السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضراتكم؟ وعلي في الجمعة كالمعتاد. احنا في جدة وانا بكلمكم هنا من فندق هيلتون جدة. خش مع الكابتن. هيلتون جدة، وكمان الناس هنا بصراحة خدمة فايف ستار وحاجة 10/10. انصح اي حد ينزل جدة لازم تكون اقامته في هيلتون جدة، لانك انت هتستمتع باوقات سعيدة جدا 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 جدا. والله اوقات سعيده، اشكال مفرحه، مطعم فاجر. وعلشان كده انا عامل لكم مفاجاه وجايب لكم معايا ملك الاكل الشعبي والشرقي والايطالي والالماني والمكسيكي، ملوش حل يعني. الدولي الشيف شريف، تعال يا شيف. شيف شريف صديقي، هات كرسي، هات كرسي. جايب لكم الشيف شريف يا جماعه في دقائق كده، تستمتعوا بافخم شيف ممكن تقابله في حياتك. الشيف شريف طبعا ايه مكتوب علينا في مكه وجينا لقيناه. الله يخليك يا باشا. ازيك يا شيف، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. اولا احنا مستمتعين جدا بوجودنا في هيلتون مكه، في هيلتون جده. وفي نفس الوقت يعني عايز انصح الناس اللي ما اكلش من ايد الشيف شريف يا جماعه ما اكلش. الله يخليك فعلا، ده شرف لينا طبعا، شرف لينا والله. الله يخليك. قول لي بقى، انت هنا في هيلتون جده من امتى؟ دي اول عقد ليا هنا في هيلتون جده، كان الاول في كونراد مكه. طبعا كنا بنقابل الشيف شريف على طول في كونراد مكه، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني ملوش حل يعني. الله يخليك. دي اول تعاقدك هنا؟ ان شاء الله. بس انتوا هنا اللي عندكم المطعم متميز جدا والدنيا حلوه جدا. والخامات اللي بنشتغل بيها كلها حاجات حيله، كواليتي عاليه جدا الحمد لله يعني. وانتوا كمان تميزتوا رغم ان هنا في منافسه رهيبه. طبعا. يعني في فندق اصيله، فنادق كتيره جدا، المنافسه رهيبه. بس انا حاسس ان الاسره والعائله السعوديه او المقيم في جده دايما بيفضل انه يكون في هيلتون جده. طبعا بيستمتع، وكمان الفيو بتاع الفندق حاجه روعه يعني. الناس شايفه ورانا طبعا البحر والمناظر الطبيعية فعلا. والخميس والجمعة انتم متهيألي عندكم اكتر زحمة. عندنا زحمة جديدة بس الحمد لله يعني عاملين شغل حلو قوي. متنوعين يعني، عاملين كل اشكال كتيرة من الاكل، وعاملين حاجات حلوة كتير، وعاملين لايف سي فود، عاملين باربيكيو، عاملين شغل حلو، وعاملين بمنيوهات مصرية حلوة قوي برضه. طيب انت بتنزل امتى بقى لمصر؟ اجازتك امتى؟ بعد رمضان بقى. موجود لغايه بعد رمضان. ان شاء الله. السيزون رمضان والحج. السيزون رمضان والحج. بس بيبقى في زحمه هنا زي مكه في رمضان؟ هنا شديد الزحمه في رمضان. يعني في ناس بتفضل تقعد في جده وتروح مكه وترجع. كتير. لان المسافه 65 كيلو يعني مش بعيد. المسافه مش بعيد. خصوصا لو حد يعني خصوصا ان مكه بتبقى زحمه جدا. بقول لك خصوصا لو حد عايز يبعد عن التكدس، يعني هنا زحمه لكن هناك تكدس. طبعا. تكدس رهيب. شيف شريف اتمنى لك التوفيق وان شاء الله باذن الله دايما وابدا. يعني انا بابا سعيد وما بحبش انزل غير هنا في هيلتون جده، وعايز احيي ملاك الهيلتون بصراحه، واحيي الاداره مستر اسماعيل سري وكل القائمين يعني، وصديقنا المحترم فهد ابكر نائب المدير العام، كل الطاقم وكل اللي القائمين على هيلتون جده بصراحه. الخدمه فوق التميز، ويكفي ان ريال مدريد بعت لكم شهاده تقدير. الحمد لله طبعا، فضلا عند ربنا. على فكره يا جماعه، قبل ما اسيب الشيف شريف، ده اللي كان بياكل ريال مدريد. يعني انت كنت قول لي، كنت بتتعامل ازاي مع نجوم العالم دول؟ ريال مدريد كان نازل هنا في هيلتون جده، وشريف هيحكي لكم التجربه دي، لانهم كانت طلباتهم صعبه جدا في الاكل. كان طلباتهم صعبه طبعا، لان كان معاهم فريق عمل كبير. ومعاهم دكاتره ومعاهم حاجه، كان الحاجه بتاعتهم بتتعمل بتقنيه عاليه قوي. الحمد لله عملنا لهم شغل حلو قوي، وهم كانوا مبسوطين جدا. والحمد لله يعني. مين اكتر واحد لفت نظرك في فرقه ريال مدريد او الجهاز الفني، بدءا من زين الدين زيدان لغايه كل اللعيبه، مين اللي لفت نظرك ان هو كان بيحب يطلب طلبات معينه في الاكل؟ هو زين الدين زيدان كان طبعا شخصيه محترمه جدا، وكان لذيذ جدا يعني في التعامل. هل طلب منك انك تعمل له اكل معين
او او انت او انت اقترحت اكل معين تعمله له؟ اول اكل بتاعهم كان بيقاس كل حاجه، السعرات الحراريه بتاعته حتى على الجهاز الفني. كلهم كانوا بصراحه بيركزوا جامد قوي على الحاجه دي. انا قالوا لي هنا في المشتريات، قالوا لي ان هم طلبوا الفراخ بتاكل ذره فقط لا غير. كان ليهم طلبات كده معينه شويه. الحمد لله. ده اغرب طلب يا جماعه، يعني انك يعني طالبين فراخ بتاكل ذره. هم طبعا كانوا واخدين هنا 120 غرفه. ايوه. يعني هو قضى وقت ممتع، لان هنا كمان في استشفاء وفي جيم وجيمانيزيوم ونادي صحي هو الافضل على الاطلاق داخل جده. وعلشان كده مستر جروس حبيبك. مستر جروس اكيد بيحب يجي هيلتون جدا على طول كتير. بتعشيه بقى وتغديه انت وتفضله لما بيكون موجود ان شاء الله. حبوب صح؟ جدا بحب ياكل. لا مستر جروس ياكل شرقي او شعبي عادي. ايوه بيحب الحاجات الشرقيه. بيحب الحاجات الشرقيه. لا روحه حلوه كمان ومرح جدا. سالناه قال انا دايما بفضل هيلتون جدا لان في الاستشفاء والجيمانيزيوم والجيم على مستوى عالي جدا، واللعيبه بتحب الاجواء بتاعت هيلتون جدا، نادي الاهلي جدا يعني. جدا. هم لسه الفندق موقعه حلو جدا، الفيو بتاعه هايل، الخدمه ممتازه. طبعا فندق ليه اسمه وليه تاريخه. طبعا الحمد لله. بشكرك يا شيف شريف ويا بختك يا عم، كنت بتاكل ريال مدريد يا عم. حبيبنا يا باشا. ربنا يخليك. شكرا شريف. شكرا جزيلا. شكرا شريف شريف ابو الدهب، طبعا من الناس حبايبنا ومن الناس المحترمين. انا حبيت بس اقول لكم تجربه ان الناس اللي بالمليارات دي ما مش بالمليارات من فراغ. يعني تخيل انت النهارده، انا حكيت لك بس تجربه بسيطه في 5 دقائق. ريال مدريد 120 غرفه كانوا هنا، شفت الشيف شريف ابو الدهب كانوا بيقول لك بياكلوا ازاي، السرعات الحراريه بدقه بالمزوره، طلباتهم مهما كانت مستحيله كانت مجابه. يعني تخيل انت لما حد يطلب منك انه ياكل فراخ بتاكل ذره بس. يعني خلي بالك ده كان في ازمه في المملكه هنا، زي ما انتم شايفين الفيو هنا. على فكره زين الدين زيدان كان معجب جدا بهيلتون واثنوا عليه ثناء كبير وكبير جدا جدا جدا. يعني تجربه ظريفه جدا. حبيت كمان النهارده الجمعه، على فكره احنا معزومين في فرح كبير هنا، وان شاء الله باذن الله احاول اصوره لكم بشكل كويس جدا. ايضا في دردشه الجمعه ودردكة الجمعة يحلو فيها الكلام والوئام والصلاة على الرسول المختار، ومش علاي أحسن من صديقنا العزيز الأستاذ أبو المعاطي زكي، أنكل أبو المعاطي اللي مكسر الدنيا. وهنا يا جماعة مش عايز أقول لكم الناس تحت عاملة إيه على أبو المعاطي زكي. مش معقول، مش معقول، مكسر الدنيا. أنا كأني ماشي بسم الله الرحمن الرحيم، كأني ماشي مع كريستيانو ميسي. ولا تحسب أن الذين تفضل يا أستاذ أبو المعاطي، تفضل يا أستاذ أبو المعاطي، تفضل يا ليادلو بيتلو. يعني تعرف ضيف الجمعة بندردك في دردشة عامة كده النهاردة. يعني صديقنا المحترم الأستاذ أبو المعاطي زكي، رفيق الكفاح المسلح. كفيل المسلح أنت طلعنا إرهابيين مسلحين. والله إحنا في كفاح مسلح. لا ده والله ده العظيم إحنا في جهاد في سبيل الله. جهاد مش كفاح مسلح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء عبد الناصر زيدان. الله الله. في كل مكان. تخيل، عايز أقول لك على حاجة. تفضل. والله العظيم الله يفحلو ونور وأزهر ومظهر. يا أبيض على الكلام الحلو. وبظهر. أزهر ومظهر. والله يا حاج عبد الناصر إحنا سعداء بهذه الرحلة الجميلة. اللي زرنا فيها الأماكن المقدسة. مكة والمدينة رسول الله. العام. ولسه ده طبق آيس كريم عاملهولي الشيف شريف. لا 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 والنبي لا يا ابو المعطي، خلينا نفرجوا للناس بقى يا أخي. طبق آيس كريم عاملهولي الشيف شريف أهو يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أنت هتفتح عكة ولا إيه؟ واحد آيس كريم. تعال مدحت، تعال سلم على الناس يا مدحت. متحز واحد آيس كريم من غير شوكولاتة. متحدمنا الصنطة يا جماعة. الصنطة غربية يعني بلدياتي. الصنطة غربية. بصوا شايفين الشيف كريم عامل فيها إيه؟
ايوه مش حل الشريف ابو الدهب. الشريف ابو الدهب سيبناه في مكه لان هنا عمركم شفتوا فندق في مجده يبقى اغلى من مكه اللي على الحرم؟ انسى رجيمك ولا عشان الناس الحلوه اللي فيه. اتفضل يا مدحت. صراحه الناس دي بجد فخر المصريين بره يا حبيبي. ربنا يخليك يا مدحت. انت جميل. الله يكرمك. ناس قمم في الادب والاحترام والاخلاق. ما شاء الله عليك. احنا اتشرفنا بيهم. انت يا ابني اللي بتاكل ايس كريم هناك. كل ايس كريم وانت قاعد. الناس بجد كل الناس الاجانب اللي هنا السعوديين والاجانب بجد فعلا احنا اتشرفنا بيهم وهم شرفونا. الله يكرمك يعني. ربنا يكرمهم. ناس فعلا مجتهده كل اهل الغربيه ناس محترمه كده. الله يبارك فيك. بس هتقول لي عايز اسالك سؤالين. انت هنا قول للناس شغلتك ايه في الهيلتون. انا هنا ريستوران مانجر. ايوه هيلتون جده بقالي مدير مطاعم يعني سنة. مدير مطاعم بقالي سنه. واتمنى التوفيق ان شاء الله يعني الايام اللي جايه. انتوا متميزين جدا هنا مدحت رغم المنافسه الشرسه. يعني انت في مجموعه فنادق هنا مش عايز اقول 5 ستار 10 ستار ولكن هيلتون جده متصدر. يعني انا شفت علاقه جروس بيك حتى على المستوى الشخصي وعرفت انك زملكاوي يا لئيم. على فكره جروس بيحبه جدا وده اللي بيخدم عليه خصيصا من باب الصداقه على فكره. يعني بص مدحت اللي قام بيساعد بدور الترجمه في حوارنا معاه برضه. ومدحت اول ما يشوف مستر جروس يروح سايب الدنيا كلها ارفده بقى. هو انسان محترم برضه بيحب الزمالك جدا على فكره جدا وبيعشق الشخصين جدا بيعشقهم. الله يكرمك. الله يكرمك. الحمد لله. فعلا قدوه ناس محترمه جدا. انت من السلطه يا مدحت. انا لا من السلطه نفسها. السلطه نفسها. بلديات طيب. مين بقى من اللعيبه؟ خلينا نشوف يعرف. صلاح جنبنا. محمد صلاح طبعا كابتن. محمد صلاح من بسيون. ما هو جنبيهم. مين من السلطه؟ السلطه عندنا احمد عبد الظاهر. عندنا كمان الكابتن الغوري دوسو لو كان بيلعب في المحله. ايوه كان أيوة. عندكم حارس المرمى اسمه ايه اللي كان في المحله بقى؟ وكان لا غير المغاوري كان في واحد تاني طويل كده بيعمل حركات زي كابتن حسن علي من المحله. انا ناس حسن حاجه شريف. هنجيب لكم شريف تاني. وعندكم الحارس الرابع اللي كان في الاهلي وطلع اعاره. كان في حارس السلام الرابع. باللبس ده بس كده يا عم. تعالى بالشياكه يا عم. عبد السلام يا جماعه. شكرا على السلام. شكرا يا مدحت. لا خد اقول لك يا مدحت لازم تقول كلمه لكل اهالي الصنطه. الناس كلها اللي بتتفرج علينا احنا لنا شعبيه جامده هنا. الصنطه طبعا ان شاء الله يشرفكم. الصنطه وزفته وشرشابه نادي الصنطه باذن الله. ان شاء الله. تمام. نادي الصنطه فعلا نادي محترم وبينافس وان شاء الله يصعد باذن الله يعني. طبعا والناس دي دعم حبيبي يا نادي الصنطه. حبيبي يا مدحت. حبيبي شكرا يا مدحت. شيف عبد السلام. تعال شيف عبد السلام. فين الزعبوق؟ هتلبس الزعبوق. تلبس يا عم اللي انت مكسوف ولا ايه؟ مساء الخير عليكم يا جماعه. انت النظر يا شيف عبد السلام يا جماعه. انا فخور جدا بالمصريين اللي هنا طبعا. والاخ عبد الله اولهم طبعا الاستاذ اسماعيل السري. فعلا مدير الفندق. اول مدير من 25 سنه 30 سنه اول مصري. اول اداره مصريه للهيلتون من 30 سنه. جده من مؤسسي النادي الاهلي. لا هو مؤسس جده اسماعيل باشا سري هو الذي اسس مش من المؤسسين هو وحده والله. وبعد كده دعا مجموعه من البشوات والبكوات عملوا اكتتاب وخدوا قرض 2 جنيه ونص من كل بنوك مصر. صح افتكرت. وبعد كده حصل اتحط حجر الاساس للاهلي وجه سعد بكر زغلول. عبد السلام قول لي منين عبد السلام؟ طول ما الاهلي مولود. ايوه ايوه عبد السلام انت منين؟ منين يا عبد السلام؟ طول ما الاهلي معنا من كفر الشيخ. منين من كفر الشيخ؟ بلد ترزيجيه وحسام غالي. ترزيجيه وحسام غالي. حافظ واحمد مجاهد. واحمد مجاهد. عادل السنهوري. فطالما في الاهلي خلاص خلصت كل حاجه. اي شيء ما هو باين عليه. باين. اي شيء موجود معانا. قول لي عبد السلام انت هنا قول للناس انت شغال ايه هنا في هيلتون؟ انا شغال هنا شيف مطبخ سخن وبارد وكل شيء يعني. مع كابتن شريف مع الشيف شريف؟ نعم. شريف شريف ابو الدهب هو الكوماندا بتاع الشيفات بتاعت الحته دي يا جماعه. بتاع البيج بوس. حبيبنا شريف. قول لي بقى كفر الشيخ بقى لو انت عايز تقول للناس على فكره لنا منين من كفر الشيخ من سوق؟ من لا من كفر الشيخ نفسها بيقول. لا لا مش من كفر الشيخ نفسها. امال منين؟ من جنب تسوق. من جنب تسوق؟ اصل كابتن محمد عامل برضه من كفر الشيخ.
حميد بسوني من كفر الشيخ. وعندكم فرقة كفر الشيخ فرقة حلوة. وتحياتنا لصديقنا العزيز رئيس مجلس الإدارة. ولو الزمن رجع بينا شوية كان زماني بلعب دلوقتي في الأهلي ولا في أي فريق. ليه كنت بتلعب فين قبل كده؟ كنت بلعب في نادي تسو بس ظروف على فكرة كل الناس قالت لي إن عبد السلام لاعب كرة ممتاز. أشرف بيه أبو حليمة رئيس مجلس إدارة نادي كفر الشيخ. وكل الناس على فكرة نادي كفر الشيخ من الأندية اللي بتنافس كل سنة على صعود الدوري الممتاز. صحيح. والناس بقول لك شباب أحمد عيد عبد الملك. في شباب أحمد عيد عبد الملك. شيل البتاع كده. بس بقول لك أنت بتضحك أحمد ما بيضحكش. وريني هات أحمد عيد عبد الملك ما بيضحكش. يا جماعة عبد السلام صديقنا المحترم اهو. وبعد كده انا بصوا انا فخور بكل الاداره المصريه. فخور بكل الاداره المصريه والمصريين عموما في المملكه العربيه السعوديه. وعامل له كل اللي بيلقوا افضل معامله. صح. من الشعب السعودي ومن كافه الجهات. حاجه مشرفه جدا ومفخره لمصر. وعلاقات دائمه ومستمره ويعني بكل حب وود وترحاب بين الشعبين المصري والسعودي تحت قيادتي فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلاله الملك سلمان بن عبد العزيز. يا ربي دايما كده مزيد من الحب والتوادي. يعني شكرا عبد السلام. وعلى كلام الاساتذه الاهلي هو الاهلي. الله الله الاهلي هو الاهلي. طب صن داونز والاهلي توقعك للمباراه؟ ان شاء الله الاهلي كده كسبان باذن الله 2-0. الاهلي كسبان ومتاهل ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي سيتاهل. شكرا عبد السلام. معانا هنا هو تحدي قريب عبد الناصر زيدان بيقول لك لصن داونز اهو ده تبع بلية ودماغه العاليه. دماغ واطيه. مش عاليه. المهم ده واحد زملكاوي متطرف والله وقريب عبد الناصر مش عايز اقول درجه القرابه. المهم عايز بيقول لك الاهلي هيتغلب. ده لا لحظه بس بعد اديني وقت ولا عشان مش قريبك. ده عايز اخد كلام. ده جزئيه مهمه جدا جدا جدا. اهو ده الاعلام اللي قدمه الاستاذ بلية اللي خلق لنا. هو ده راجل متعلم ومثقف ومفترض انه يعني ذو مكانه ما. ولكن يقول لك ان شاء الله صن داونز اللي هيكسب. الفكر ده اللي بسه واللي نشره الواد بلية. الواد بلية هو اللي عمل الحاجات دي. يعني ربنا ينقذ الاعلام المصري من بلية ويرد عليه متخلف تاني يقول لك ان شاء الله الترجي يصعد. احنا مع الانديه المصريه كلاهما. انا شخصيا مع الانديه المصريه كلها. ربنا كلاهما لا يفرق. اهلي وزمالك وبيراميدز والمصري كل والفرق اللي بتمثل مصر العربيه زي الاسماعيلي وكان قبلها الاتحاد. فانا بشجع الفرق المصريه كلها. المهم انا عايز اخد من كلام الاستاذ ابو عبد الناصر. الاستاذ عبد الناصر لما هو بيتكلم عن القياده والشعبين. عايز اقول على حاجه يا جماعه. لا لا وسيبك من كده. كلما جئنا احنا بنيجي يمكن دلوقتي ربنا بيكرمنا شهر التاني بنكون هنا. بفضل الله عز وجل ربنا ما يحرمنا يعني. آمين. بس عايز اقول لكم على حاجه. جلاله الملك سلمان وما اراه على ارض الواقع وولي عهده الامين اطال الله في عمر الملك سلمان وحفظ الله ولي عهده الامين محمد بن سلمان. ما في مره الا ونلاقي تطور وتطور رهيب يا جماعه. انا نفسي اصور لكم الكورنيش خطه بقى 20-30. لا نفسي اصور لكم كورنيش جده. اقسم بالله كنا قاعدين مع الشيخ ابراهيم عساس قبل بعد صلاه الجمعه. الكورنيش جده اتحدى لو في مكان في العالم دلوقتي زي ما شاء الله. ده نموذج. وخميس وجمعه حتى الصباح. بالظبط حتى الصباح. وخلي ربنا يديم محبه مصر والسعوديه يا رب دايما. لان هم دلوقتي زي ما كنت بقول دايما عمودي الخيمه. صح. في الامه العربيه كل الدنيا دلوقتي عندها مشاكلها. مصر والسعوديه دلوقتي ربنا يديم المحبه بينهم والتعاون الشديد بينهم لحفظ امن كل البلاد العربيه مش بس مصر والسعوديه. لاننا يجوا يا عم اتفضل تعال اتصور. تعال يا عم اتصور اطلع في اللايف. احنا لايف الجمعه طبيعي مع كل تعال الناس. تعال اسمك ايه؟ محروس. تعال وزير. تعال اسمك ايه؟ تعال خش مصري. الله يحفظك طبعا يعني جندي. تعال يا عم خش خش في اللايف. تعال سلم على الناس. قول للناس انت مين. احنا كل حبايبنا هنا واخواتنا. اخونا المحترم اسمك ايه؟ انت من السنطة برضه؟ من ايه من السنطة؟ اسمك ايه؟ مش من كفريقيا للباب يعني ولا حاجة؟ محمد وسعيد. محمد وسعيد تعالى كده. محمد كده يا محمد. ايوه تعال كده سعيد محمد. يلا خش في اللايف. خش في اللايف. خش في اللايف. تعالى قول لي بقى منين من السنطة؟ من السنطة نفسها؟ السنطة نفسها. وهنا بتعمل ايه؟ شغال في جمهورية السنطة. شغال في ده زفت ايه الجمهورية؟ شغال في فندق. هنا في الهيلتون موجود معاك. في الهيلتون؟ ايوه. وحضرتك؟ مهندس مساعد. طب نبص للصوره. حضرتك اسمك ايه؟ محمد. ما هو قال لي محمد. منين يا محمد؟ من طنطا. ليه من طنطا؟ احسن ناس واحلى حلويات. من طنطا نفسها.
السيد البدوي. اهلا وسهلا. هو احلى حلويات شيرنا سيدنا. وعندكم كباب جزيني. مدد يا سيدنا السيد ومدد. عندكم ايوه عندكم كباب جزيني. لا بص طبعا والله قربتنا احنا. قربتكم والله؟ عندهم الزيني من اعظم كبابجيات مصر على الاطلاق. دي بلدنا عبد الناصر. صور يا مدحت. لما تيجي عبد الناصر مره دخلك غرفه مقتنيات السيد البدوي وتصلي ركعتين وتشوف صبحته. محمد بقى اخوه صغير كابتن ابراهيم ان شاء الله يعني. ابراهيم ايه؟ ابراهيم المكاوي اللي انت كلمتك. والله؟ يا ربنا يوفقه يا رب. على فكره عايز اقول لك على حاجه يا ابراهيم. ساعد نفسك واستعد بقوه علشان دايما وابدا اللي هيخدمك يا صاحبي هيخدمك انه يوديك مكان، لكن محدش هيخدمك جوه الملعب الا امكانياتك. خلي عندك اراده وركز واجتهد واحنا في ظهرك لغايه ما ربنا يكرمك ان شاء الله. وابوه راجل محترم، ابو ابراهيم عايز احييه. راجل محترم جدا بيكلمنا على طول في التليفون ومتواصل معنا. ربنا يخليكم يا شباب. شكرا جزيلا يا شباب. شكرا. الله يبارك. بكره استناكم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. شكرا يا مدحت. شكرا يا كابتن. عاوز تتكلم في وسط مصر. عايز اقول اني عايز اقول تأثرت كتير جدا بجد. دردشه الجمعه دي الواحد بيفتح قلبه. تأثرت كتير جدا من معالي المستشار تركي الشيخ لما اول كلمات نطق بيها انه صور فيديو وهو في حاله صحيه حرجه عشان يشكر جلاله الملك سلمان وولي عهده الامين محمد بن سلمان. كل الناس اللي سألوا عليه وكل الناس اللي سألوا. بس انا وانا ماشي في الشارع لمست ليه المستشار تركي الشيخ عمل كده، لان عشق الشعب السعودي لقيادته حاجه تفرح يا ابو محمد ومنعكس على الانجازات اللي احنا بنشوفها. بص الشعب السعودي داعم دايما لخادم الحرمين الشريفين سواء جلاله الملك سلمان وولي عهده او الحكام السابقين، وده مما ينشر الخير والنماء في ربوع المملكه العربيه السعوديه والامه العربيه كلها. وكله تعلم من كذبه الربيع العربي والبدنجان والكلام الخايب ده اللي خرب اوطان ودمر اوطان واشاع الحزن في العديد من الدول وبين مئات الالاف من الاسر. ويكفي ان العراق دلوقتي لحد النهارده مش عارف يخرج من كبوته. واليمن ولا سوريا ولا ليبيا. يا راجل اللي يخلي ليبيا ان الراجل بتاع تركيا يجي يقول لك احافظ على الامن القومي هنا، كله لعب وكلها مخططات لتدمير الامه العربيه. تبقى المملكه ومصر هما عمود الخيمه زي ما بيقولوا وحصن الامان للامه العربيه، ومعهم طبعا عدد من الدول. وربنا يزيد على اهل زي الاردن زي الامارات زي البحرين. وربنا يزيد على اهل المملكه كرم الله عليهم بالحرم والمسجد النبوي. طبعا يعني يا بختكم يا اهل السعوديه. طبعا. ويا بختكم يا اهل مكه ويا بختكم يا اهل المدينه ويا بخت المسلمين كلهم بالتطويرات اللي بتحصل في الحرمين الشريفين. خلي بالك احنا لما رحنا عند شهداء احد اول امبارح في حاجات كتيره اتطورت هناك. المسجد عامل ازاي؟ المسجد والموقف في الباص اللي بعيد ده جديد. انا وانت شفنا الاساس بتاع المسجد من سنتين بفضل الله. 3-4 سنين يعني. لا مش 3-4، هم سنتين. رمضان اللي قبل اللي فات لما كنا معاك الحاج وانا معايا الحاج رحمه الله عليه. التطور بتشوفه كمان دلوقتي العمل على قدم وساق داخل الحرم. التوسعه في المسجد النبوي، توسيعه الملك عبد الله والباقي الاعمال التجميليه لصحن الحرم. والاوضه التركيه والكلام ده شغل على اعلى. في الحرم النبوي برضه في التوسعه اللي في الجهه الشرقيه ديت. يا رب يديم على بلادنا نعمه الامن والسلام والخير. طيب. والاستقرار لان النهارده برضه عاوز اروح لمصر النهارده بعد سنوات قليله من تولي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. لا على مستوى الشخصي بحبه جدا وبقدره جدا. في طفره سبقت الزمن وبحترمه جدا. هو ده مش ده بيعمل حاجه. ده لا في طفره سبقت الزمن. بيعمل بنيه اساسيه جديده من طرق من كباري من صرف صحي من مي. يعني دلوقتي بقيت اشوف شوارع عندنا في مصر الجديده وفي الزيتون وكلام بالشكل ده. لا في كمان حتى في الشارع الجنوبيه في شغل بيتعمل في مساله البنيه الاساسيه. وتيجي النهارده اتكلم واحد، طب انت من الصعيد قول لي ان في طريق تاخدوا كده 4 ساعات تبقى في صهاج. 4 ساعات ونص. لا تطوير كم كنتوا بتروحوا؟ كم ساعه ونص؟ 8 ساعات
دلوقتي بقى نص المسافه نص الوقت طب كم حاره والتطوير اللي شهد كم حاره حوالي 6 حارات وفي 4 كان الاول الطريق الصعيد وطريق الموت كان كله حارتين لا كان الصحراوي احنا دلوقتي رحنا على طريق الجيش طريق الكريمات حدوته ثانيه خالص والله. والخدمات فيه بايد عارف ساعات انا بستمتع لما بسافر بعربيه بس يكون حد بيسوق لي لان الطريق بقى ممتع ايوه برافو لكن الطريق الصحراوي اللي انت بتتكلم عليه طريق الموت واللي انا عاوز اقوله واتمنى ان القائمين على ولكن ما زلنا في الصعيد ما دام اتكلمت عشان احنا بنتكلم في اراضي مقدسه ما زلنا نحلم بالمزيد من الاهتمام طبعا ودي حاجه الحاجه الثانيه صعيد مصر يملك الفكر اهل الفكر كلهم واهل الثقافه طبعا. واهل الخير والقلب الصافيه والمجدعه والرجوله والانسانيه والشهامه واهم حاجه يا ابو محمد ربنا يديم علينا الاستقرار ويحفظ قيادتنا من كل مكروه وسوء صعيد يا رسول الله بص الامر صعب والمنطقة بقيت شائكة ومش أي حاجة والمخططات ما زالت مستمرة ومش كل من هب ودب يتكلم في السياسة نفسنا نرجع بتوع الرياضة يتكلموا في الرياضة وبتوع الاجتماع يتكلموا في الاجتماع والمواطن يعيش حياته وبتوع السياسة يتولوا أمرهم وربنا اللي هيحاسبهم عايزين نرجع كما كنا جمال وحلوين إيه رأيك في الأغنية الحلوة بتاعت محمود ياسين التهامي صعيدة يا رسول الله طبعا أنا بحبها قوي يعني بيقعد يتغزل في اهل الصعيد بشكل جميل جدا صعيد رجاله ودقان في ملابس وزي وتدين والتزام طبعا وشياكه وكلام عايز بس اكمل كلمتي في حاجه طالما اتكلمنا عما يحدث في مصر وانت تمثل الصعيد وانا امثل القاهره وواجه بحري اللي بيحصل غير طبيعي وطفره غير طبيعيه انا كنت عملت دعوه من كام يوم على في احد الفيديوهات ان احنا علينا ان احنا نعمل صفحتين او صفحه او اي اسم انتوا تختاروه عنوانه يبقى مصر جميله فيها حاجه حلوه كل واحد يشوف حاجه حلوه يقولها لان احنا محتاجين نقدم للناس وانت قلت كمان في فكره قلتها حلوه جدا بس كمل دي نفسي 90 ثانيه يعني انجاز في 90 ثانيه انجاز في 90 ثانيه في دقيقه ونص ياخذوا كل القنوات بدل من الردح وشغل مرتضى منصور اللي اخرنا واساء للبلد اللي انا كنت عاوز اقوله توهت الفكره مني على مصر فكره كنت بقول صفحتين الصفحتين دول مصر بلدنا فيها حاجات حلوه كتير قوي مش لازم يبقى دايما في غالب وفي مغلوب حتى لو على مستوى النقاش والفكر خلينا نقول مصر فيها حاجه حلوه عاوزين نصدر للناس التفاؤل والامل اللي بيقول لكم عاوزين نصدر للناس التفاؤل والامل هو اكتر واحد مقهور بقاله 3 سنين انا والراجل ده لمجرد انك واخد موقف مبدئي واخلاقي وبتتشوه وبيحصل لك حوادث طز وصاحب قضيه ثقتنا في الله ويقيننا في الله يفوق خيال البشر احنا اليقين في الله فقط مش في البشر فبالتالي انا نفسي نصدر للناس الامل نصدر للناس التفاؤل نصدر للناس ان بلدنا دي ما فيش اجمل منها وما فيش احسن منها بس هذا لا يمنع انك انت لازم تكشف الوحش على كان ما نلاقيهوش في مجتمعنا ماشي. كشف الوحش شيء وتصدير الامل شيء اخر يعني حتى الوحش اللي بيتكلم فيه ناصر سي مثلا مرتضى من قبل ما احنا نطلع له كان 2 فرملوه واحد كان يخوض في الاعراض بشكل غير طبيعي وفي اعداد يعني اعداد كبير اي حد يقول له كده دلوقتي بقى على الاقل مركز معانا عبد الناصر والحمد لله الناس عرفت ترد ودي كانت قضيتنا والمرحله الثانيه الجزئيه الثانيه شجعنا الناس على الرد الناس دي سواء بقى مسؤولين سواء اعلاميين ودلوقتي بقى الشعب كله بيرد كل الشباب المحترم الجميل اللي عامل قنوات على اليوتيوب او عامل صفحات على الفيسبوك او على تويتر او على انستغرام كلهم بيردوا وبيجيبوا حقهم كله بيرد ودي نعمه كبيره انك انت تشجع الناس انها طيب على حد سواء الجزئيه الثالثه اللي انا عاوز اتكلم فيها عشان عندي 3-4 اسئله قبل المغرب عاوزين نلغي من حياتنا كلمه خوف انت لما بتقول اي راي بادب وباحترام وبتقدير للناس القائمه على العمل بيعالجوا وانا سعيد جدا بما نقل الي وانا قلت لكم من يومين عن ان الاستاذ تامر مرسي والناس وبداوا يعملوا ده النهارده شفت فيديو شفت خالد الغندور بيقول خبر على لسان مرتضى مش مرتضى يطلع يقول الخبر لا ده هو اللي بيقول الخبر على لسانه معنى كده ان في اجراءات تم اتخاذها
بعد حالة الانفلات اللي انا عاجلك للحتة دي. ممكن نبدأ بس ننتقل لحتة تانية بعد ما انا معاك اسأل بعد, بعد ما حيينا جلالة الملك والرئيس وتكلمنا عن اهم الانجازات برضي في رسالة بس عشان نبقى بنقول ده اللي بقول عليها الإيجابيات نثني عليها ونتكلم في السلبيات. الحاج محمد عبد الرحيم من أسوان بيقول يا كابتن عبد الناصر يا ريت بمناسبة حديثكم عن سيادة الرئيس وأنا بأيدكم وإنجازاته لدينا في أسوان طريق الموت بالأمس حصد أرواح 13 شخص وقبلها بأيام حصد أرواح 6 أشخاص ولا زال العرض مستمر طريق ضيق اتجاهين ومتهالك جدا ويسير عليه نقل ثقيل الفتو نظر المسؤولين لعلها تكون في ميزان حسناتكم. أنا عايز أقول لك بس على حاجة لازم الأنظار. هذا طريق الموت زي وزي طريق الخرجة الوادي الجديد. طريق الخرجة الوادي الجديد اتصرف عليه ملايين وبقي تحفة بالإضافة للطريق المختصر. على فكرة أنا عندي معلومة إن ده في الخطة وكون واثق إن إحنا بنعمل شبكة طرق هي الأعظم على مستوى العالم حاليا. أي حد يقول لك غير كده فاشل ومتخلف. وعندنا حركة نوعية تصل إلى تطوير فاق الزمن بمراحل في موضوع الطرق والبنية الأساسية للطرق. فكله هيجي ودينا قلنا رسالتك وأعتقد إنها ضمن الخطة وأنا أتواصل مع محافظ أسوان وأقول لك الخبر بإذن الله تعالى وأنا متأكد إنه في خطة التطوير ولكن هي مرحلية وإن شاء الله تيجي لك بسرعة. عايز أروح لحاجة مهمة جدا ممكن أقول في مرتضى منصور عشر المغرب طب. مرتضى منصور عايز أسأل سؤال مهم جدا للأستاذ أبو المعاطي دايما يوم الجمعة بندردش من القلب. انت النهارده مرتضى منصور انا والراجل ده تحدنا مش هقول لكم ماتش السوبر وحنفي والكلام الفارغ وبقي راجل متهالك وانا دايما اليومين دول بحب اقول له ايه ادائك مش عاجبني لانه اصبح رتيب ومش محترم وبترجع في كلامك كتير وشعرك الشايب تحول الى عيبه فوق دماغك. تراجع مرتضى منصور وانسحابه من نقابه المحامين ورهناه انا وانت أول حاجة, مرتضى شخصيته هي البحث عن الشو. أيوة. البحث عن الشو ده يجي من يقولك أنا ترشح على رئاسة الجمهورية. هو أصلا لو ترشح في بيته من العيلة تنتخب المدام مش هينتخبوه. فهو أصلا بيبحث عن الشو. الشو ده يجي في إيه بقى في انتخابات رئاسة الجمهورية في انتخابات محافظة في مجالس محلية في أي حاجة هو راشق. صح. هو راشق. لكن في نقابة المحامين أنا قلت وبأكد للمرة المليون أن محامين مصر الشرفاء لا يسمحوا أبداً, أبداً أبداً بتواجده جوه مجلس النقابة. مش حقيقة. نقيب دي حقيقة. نقيب النقيب ده يبقى حاجة كبارة كده سامع عاشور رجاء عطية أحمد الخواجة أيوة. يعني أسامي كبيرة ومحترمة. أنا أجيب مرتضى محمد أبو شوقة محمد أبو شوقة طبعاً محترم. لا أنت قصدك على والده ولا هو الاثنين. محمد بهاء شوقة ولا الأستاذ بهاء الدكتور بهاء أبو شوقة الدكتور بهاء الاثنين شخصيات محترمة او معايا المستشار جميل سعيد طارق جميل سعيد دي الناس اللي تشرف دي الناس تشرف او كمال شعيب او ابراهيم الياس الناس المحترمه اللي احنا نعرفها لكن مرتضى اصحاب مبدا جمال حتى. محرم ناس عندها تاريخ واحترام اللي احنا تعاملنا معاهم لكنهم كسر لا ما عشان كده بقول ايه ان دول نماذج من محامين مصر الشرفاء الذين لا يقبلوا ابدا ان يتواجد امثال مرتضى صح. في مجلس نقابته سواء بقى نقابات فرعية أو النقابة الرئيسية. فبالتالي هو ترشح للشو خد له الشو هينزل وقلت لكم مش ناز ولو نزل مش هيعمل 500 صوت زي ما قبل كده لما عارف مين اللي أكد لي هذا الكلام أستاذ محمد الدسوقي هيكل أحد المرشحين لعضوية مجلس النقابة المحامين اسم كبير ومحترم مجرد المستشار محمد دسوقي هيكل ما انا عملت اللايف الاولاني على النقابه كلمني قال لي يا استاذ عبد الناصر انا مش بكلمك اسني على الفيديو وانما لكي اطمنك مرتضى رصيده مع محامين مصر صفر على الشمال صفر يا مرتضى صفر وقلنا لك مش هتكمل وديك النهارده مش هتكمل حنفي وده بيتصل مع شخصيه حنفي بس حبينا بس نلمس يوم الجمعه على كام حنفي كام حنفي حصلوا الاسبوع ده احنا بنلمس طيب. بس عاوز اقول برضو اول حنفي تراجعوا بص راح رجع على بيتهم عمل سبرنت على بيتهم خاف لحسن عاوز اتكلم في حاجه عبد الناصر عاوز اقول على حاجه عبد الناصر بس برضو من عدم اللياقة وعدم الرقي وعدم الاحترام ألا تعطي مكانة الوزير حق
السؤال الثاني امبارح السؤال الثاني لحظه بس اخلص بس جزئيه حاجه رهنتك وقلت لك مش هتكمل في النقابه وهتطلع حنفي وطلعت حنفي وابو المعاطي زكي قال لا لا لازم يا عم وحنفي دي ما احنا طب استدعي بالله انا عايز اعمل احتفال بطرطايه مرتضى منصور حنفي انا مش عارف المره الالف ولا المره الالفين يا اخي زهقتنا قاعدين نلم وراك انت بقيت حاجه مقرفه بقى يا اخي مره خليك راجل بقى وما ترجعش في كلامك يعني مش عارف انا زهقت من اللم وراك نروح لجزئيه تانيه بالامس الخميس في نادي الزمالك زار الوزير اشرف صبحي نادي الزمالك ملاحظات الاستاذ ابو المعاطي زكي على زياره اشرف صبحي ملاحظاتي ان ما كانش في احترام لمنصب الوزير وهيبه الوزير ومكانه الوزير اول حاجه لما انا بضيفك وانا الوزير ما تسبقنيش بخطوه وانا تن اجري وراك واقعد مش عارف ايه ولا في نفس الوقت ما تيجي امبارح مثلا انا زعلت شفت الصور على طول هو سابق يعني خطوة. يعني شفت يعني الفيديو هو سابق خطوة يعني اشرف تابع ليه يعني اشرف ده كان قدام الوزير واشرف راجل وزير صاحبنا ودلوقتي زعلانين منه لسوء ادائه لكن في الاخر ده وزير يمثل هيبه الحكومه المصريه يجب احترامه يجب تقديره فاش تبقى سابقه كده فاش يجي لك المايك تقعد ترص وتقول اي كلام في وجود الوزير والوزير الوزير الضيف الوزير يتكلم وبعدين انت تبقى تتكلم بعد كده لكن يتن واقف جنبك وانت عمال تقول اللي تقوله وبعدين الوزير يروح عشان هو قال له مش هقبض الموظفين غير لما انت تيجي هل ده كلام يحصل ولا ده كلام عقلاني انا جات لي معلومه عايز اتاكد منها لو عندك يا ابو محمد بيقول لك لما مسك المايك مرتضى وقعد يشتم في الناس ويشتم في قطر والسوبر والكلام ده الوزير بيقول غير لائق وانا موجود راح قال له اسكت انت وزعق فيه هل ده حصل بالفعل والله انا سمعتها ودي مزعلاني جدا لان كذا حد اكدها لي هل هو كان عارف ان اللي بيتكلم ده الوزير وبيستعرض عليه لان البارانويا عنده عاليه جدا كارثة. عنده تضخم في الذات بشكل غير طبيعي صح. وبعدين هو احيانا يتعامل مع الوزير وانا احترم مكانه الوزير حتى لو مختلف مع اشرف في ادائه حتى لو انا شايفه فاشل برضو لازم احترم مكانه الوزير يعني هل هو في اللحظه دي اللي جه في ذهن مرتضى ان اشرف ده مدير العلاقات العامه السابق في الزمالك هو ملهاش حل غير كده طيب مكانة الوزير مكانة كبيرة طب في حاجة مهمة جدا ويجب احترامها وتقديرها طب ماشي لما وزير يروح يفتتح حاجة غير مرخصة وغير مطابقة لشروط السلامة والأمان ده برضو إهانة لمنصب فضيحة الوزير ده فضيحة لا يعني ده إهانة لمنصب أنا الوزير عايز أقول لك على ومكانة الوزير حاجات دي معمول بقى مخالفات في حي الجيزة وعايز أقول لك على حاجة أتحدى الجيم بتاع مرتضى ده لو ما تهدش بعد مرتضى ما يمشي من النادي عشان كده انا بقول لك هو موجود يتهدش لا مش حدش هيروح هو موجود يا بيه اللي هيجي بعد هو اللي هيشيل الطين ولا تعلم ممكن ان ربك لبالمرصاد بس اللي انا عايز اقوله يمهل ولا أنا يهمل انا شايل لك الصور يا معالي الوزير لليوم اللي هيتشال في هذا الجيم اللي مسروقه اجهزته بتاعت هاني العتال اللي مسروقه اجهزته بتاعت هاني العتال للمره المليون اللي مسروقه اجهزته بتاعت هاني العتال في يوم من الايام هتعرف انه غير مطابق للمواصفات والصور دي هتقلب عليك خزي وعار اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله امتلك مستندات قويه لدعم لتؤكد سلامه موقف هاني العتال لكن هم اللي مش عايزين يتكلموا مستندات رسميه قويه قال لك قرفنا عمال ندافع عن الزمالك ومكانه نادي الزمالك ورموز نادي الزمالك بندافع عنهم وكذا 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 لكن هو الادموسفير نفسه المناخ نفسه دلوقتي لا يساعد على نجاح خالص الوزير للاسف شديد جدا لا يمنح الناس حقوقها ولا مكانتها ولا منزلتها واهان منصب الوزير بتعامل مرتضى معاه بالامس لانه ضعيف يعني ما انا مش متخيل يعني ده وزير يعني ده وزير نختلف نتفق احنا اعلاميين لكن ان هو يمشي قبله يتكلم قبله يوبخه ويزعق فيه قدام الناس وكل ده كان وزير بيحاول يحل مشكله العمال انا مش بتكلم دلوقتي عن الدكتور اشرف انا بتكلم على منصب الوزير أيوة. واهانه منصب رفيع زي وزير الشباب والرياضه صحيح ده مساله غلط دي مساله غلط والله يعني دي مساله غلط جدا الله يكرمك واخد بالك انت نروح لجزئيه تانية اللي هي الجزئيه بتاعت مباراه السوبر ابو المعاطي بيسلم على حد في التليفون يا جماعه ايوه غالي نروح للجزئيه بتاعه السوبر
وتراجع مرتضى منصور والزبانيه وبليه والعيال ووزعه الاعلام المصري، وهم بيقول لك ايه الجواب جه مش الجواب جه اللي خاص بال يا جماعه اسال بس، هو اختلاف مرتضى انه ما يروحش على الجواب كان على تامين البعثه ولا كان على ان هو بيقول احلف بسماها وبترابها وقدر خاينه وما روحش العب في دوله خاينه وموزه وتميم ووجع القلب ده، وربنا ياخده وياخد موزه وتميم في ساعه واحده، ما عندناش مشكله خالص. وابو سنيده وام سنيده والهجس ده كله كلام فارغ، كله كلام فارغ ومن وحي خياله المريض، ولا حد يشوف بدليل حكايه يوم الثلاث بقى يومين اتنين ورا بعض 9 و10 بلطجي وخد يوم الاربع فين يوم بلطجي ابن ابلسه وخد يوم الاربع فين الفبركه دي. تاني حاجه، الفبركه موجوده على مستويات مختلفه ومحاوله الاساءه موجوده على مستويات مختلفه، لكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هم بيحاولوا يسيئوا، بيحاولوا يعملوا حكايات وروايات وكلام بالشكل ده، انا مش فارق معايا. صح، اعمل اللي انت عاوزه، في الاخر اثق في الدوله المصريه ومؤسساتها واجهزتها انهم لا يسمحوا ابدا باي شيء مخالف للقانون او باي شيء فيها مؤامرات او وسخات او حاجات بالشكل ده. ومرتضى عمل معانا كل حاجه. صح، كل حاجه عملها، كل حاجة عملها ولم تزيدنا إلا قدرا وعلو شأن بفضل الله وصلابة في الموضوع بالضبط، وإصرار على الموضوع لأنه ربنا اللي بيدبر كل شيء. عكس بليا وأمثاله اللي اتشتم بأمه وأبوه مش من سنين، وباعوا نفسهم لحد قريب، باعوا نفسهم بالرخيص، لكنهم ناس ما عندهاش قدرة إنها تاخد موقف يا صديقي، إن هم يسترجلوا حتى قدام المراية أو قدام عيالهم أو قدام أزواجهم، ما يقدروش يسترجلوا ولا يبقوا رجالة. هما قد يكونوا ذكورا لكن الرجوله دي لا تباع في السوبر ماركت، فاش تروح انت في السوبر ماركت تقول له اديني ب2 جنيه رجوله يا بيتا، في واحد اتشرشح ابوه وعمل لنا فيها بليه وهو وزعه الاعلام، وفي واحد اتقال له تربيه مره وتهانت امه، وفي واحد اتمسح بيه الارض، وكلهم في الاخر الراجل قول منخ على بطنه مفيش فايده. استغفر الله العظيم. يا ابني احنا يوم جمعه يا راجل، يا ابني احنا يوم جمعه، والنبي والنبي تسمعني الشعار عنتر عنتر يا عنتر عنتر. خلاص بقى، خلاص خلاص خلاص. السؤال اللي بعده عشان اتكلم فيه كلام امير امبارح مع سيف أمير زاهر. مين؟ امير مرتضى قال لك بص مش امير عزم قال لك النادي ما بقاش غير امير واحد بس. لا، وشوف سيف زاهر واداؤه الباهت. لا يعني الا سيف زاهر حبيبي، ما تغلطش في سيف زاهر، الا سيف زاهر. طيب اتكلم عن خالد. سيف زاهر راجل محترم ومؤدب وشيك وراقي. اتكلم وانا بحبه جدا جدا جدا. بص اتكلم عن خالد بوطيب وكل كلامه كذب. اتكلم عن الكهرباء ده اللي استوقفني هو بقى، لان أقول كل لك كلامه هبل. طب هبل هبل هبل. اقول رايي في موضوع كهرباء. هو في موضوع كهرباء عاوز خد بس من خلال التحليل الاستراتيجي للعقليه النفسيه والبدنجاني. صل على رسول الله، اديني فرصتك اتكلم، انا في قناتك ضيفك. ما يصحش كده يا حاج عبد الناصر. اتكلم ولا ما اتكلمش؟ الفيسبوك فيسبوكك. هو ده فيسبوك ولا لا؟ ده فيسبوك الجمعه فيسبوك. طيب اللهم صل على سيدنا النبي. هو عاوز يعمل ايه مع كهرباء عشان ياخد باله وجمهور الاهلي ياخد باله؟ هو عاوز يعمل لانس محمد، يضغط كهرباء نفسيا ومعنويا للتاثير عليه، ما يلعبش مباراه القمه الجايه، يقول لك بلاش يلعب قدام الزمالك عشان مش عارف ايه، بلاش كذا بلاش. هو ده اللي عاوز يخلي كهرباء خارج تركيزه. ايوه، امام الزمالك في مباراتي القمه السوبر 20 و 24. هو ده الموضوع كله، انه بادئ من دلوقتي يربي الكهرباء مراكز الناس لطريقتها. ايوه، شخصيته حسب ما انا عارف. الى فوز الاهلي على بريد الزمالك يوجع. لا يوجع، يؤلم. يوجع، يؤلم. يوجع، لا يؤلم. يوجع، يؤلم. يوجع، يؤلم. يوجع. والله انت بقى، انا اقول لك يؤلم. يؤلم ويوجع. ايوه، لانه يؤلم اكتر من يوجع. لا يوجع الوجع. لا الألم أقوى. لا الوجع بيركز في مكان قريب من البواسير. لا والله ما انت تعب لسه، هكمل. لا لا والنبي بلاش، بلاش الحاجات دي. النبي يوجع ويؤلم. ماشي، بلاش الحاجات دي. خلاص، بلاش نهبط بمستوى الحوار الى هذا. اقول لكم حاجه، على عجبني يهبط ده. لو النبي كان خلص كان المغرب. يوجع ويؤلم، ده شكل العشاء داخله يا عم. ايه يوجع ويؤلم؟ احنا ورانا ايه الاول؟ ده بلاش جده، كورنيش جده ما شاء الله، اللي ورانا دي ميه. طيب الحاجه اللي خالد بوطيب، انا شكشك احلى واحد في مصر. انا شكي ان فلوسه خدها كامل زي ما قلت، وان كله ده فيلم ما بين خالد بوطيب ما بين مرتضى منصور وعياله. والله انت صاحب الانفراد في عقد خالد بوطيب، وانت اكتر واحد دايس في الملف ده، وعندك مصادر قويه جدا جدا جدا. انا شايف ان تمثيليه، شكوى خالد بوطيب تمثيليه،
والحب عندك 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 تمثيلية. قوم حبايبك ولا راحوا هي هي يا مرتضى يا مرتضى تمثيلية. بقول لكم كل اللي بتشوفوه في موضوع خالد بوطيب تمثيلية. انا عايز اقول لك الحاجة تمثيلية. خالد بوطيب خد 355 الف يورو وخد كامل مستحقاته يا بيبص. كل حاجة خدها خالد بوطيب ودي تمثيل. قال لك خد 6 مليون يا بيبص. مرتضى مرتضى يضحك على مصر كل ما يضحكش علينا احنا ناخد فيه دكتوراه. الله 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 يا عبد الله. الله الله عارف اقوى حاجه. ركز معايا كان داخلين في المهم. عارف كل طربزات القاعه الفاضيه تركز معانا. شو اقوى حاجه في حوار هاني العتال مع الزميل محمد القوصي في ميدان الرياضه هو الرائع. قال لك ايه بقى؟ قال لك حته خبيثه جدا اتمنى الناس تاخد بالها منها. ربنا يزيد الخبز. لا حته خبيثه جدا وربنا يكرمنا بالخبز. ربنا يشفي الجميع من الخبز. بس هي الحته الذكيه. الخبز الذكي الحميد محمود. طيب يعني ايه الخبز الحميد؟ يعني مرتضى يسلط. ربنا يديم عليك الخبز. لا لحظه. لا يعني مرتضى يسلط خالد بوطيب يقدم تقوى في اتحاد الكوره. مش عايز يديني فرصه. لا لو سمحت لو سمحت بس مرتضى فرصة. لو سمحت اكمل الحته دي عشان نروح لحوار هاني العتال لان ده من اهم. انا مش عاوز اروح لهاني. انا عاوز لقطه معينه يا بي. اصل ده من اهم الحوارات اللي اتعملت هذا الاسبوع. انا زعلان منه اصلا يعني احنا نتشتم عشانه في الاخر يروح يعمل حوار بره. بالعكس انا بحترم. طب ما يجي يعمل معانا حوار يا عم. لا انا بحترم. لا انا مش معايا حوار ولا مره. لا لا ده بالعكس هو بيثبت للكل ان هو الراجل لا محسوب علينا ولا احنا محسوبين عليه. احنا نلتقي في قضيه حق مؤمنين بيها ان هاني العتال نائب رئيس شرعي غصب عن عين مرتضى وابوه واللي جابوه وعياله واللي شددوا له. ما تهيجنيش في الموضوع ده. طب صلى الله. ما تهيجنيش في الموضوع الله. ده وحد الله. انا واكل استاكوزا وقربت انور. وحد الله وحد الله وحد الله وحد الله الله. بس اهدى بقى. ايه 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 صلى على سيدنا النبي. عاجبني هو عبد الناصر هدي دلوقتي خلاص. اهدى عبد الناصر. سيبنا اتكلم بس عبد الناصر. الموضوع بتاع الحوار بتاع هاني العتال مع محمد القصي عجبني فيه لقطه معينه جدا. خصوص مرتضى حكم انك انت بتقول احنا واخدين في دكتوراه. قال لك ان يجب دراسه شخصيه مرتضى لمنع تكرارها مستقبلا في الحياه الرياضيه والحياه العامه. وهو ده جزئيه مهمه جدا. صح. لان مرتضى بقى انا في اكتر من مرتضى. نموذج سيء يا ابني. اديني فرصتك يخرب بيتك. نموذج سيء. لا اله الا الله. وانا قلت لك النموذج كويس. ما تسيبنا كامل البقين بتوعي. لا اصلا الفكره بتروح مني. انت لمست حاجه حلوه قوي. يا لهوي. ان لو ما خدناك بكلام هاني العتال اللي في العنوان ده عيوب نموذج طين وناس كتير هتاخده مثل وقدامك في المصري الهلبيه. يا عمي لحظه بس. اتفضل يا ابني اديني. انا عاوز انا اتكلم مش انت تتكلم فيا. ماشي. هو انت جايبني تتكلم فيا؟ الله يرحمك يا كابتن بكر. كابتن بكر مره خدني حلقه انا ولطفي السعان. قعدنا كان ماتش اهلي وزمالك ماشي. يسالنا سؤال كنا في قناه التالت. يسال سؤال والله. طب لحظه واحده بس. انا وجهه نظري ويجي له تليفون وبعدين يرجع تاني يقول كمل العنوان. الاخر ان هو كابتن يقول اتكلموا. ماشي. ماشي. ان هو كابتن ده عدى ساعتين ونص احنا ما نطقناش. والله ما ينفع نتكلم. طب ماشي اللي شدك. فاديني فرصه اتكلم. اللي شدك. ما ينفعش ما اجي عندك وما اتكلمش. ماشي اللي شدك في العنوان. هو انا اتكلمت كلمتين على بعض انت خدت كل اللايف. اللي شدك في العنوان. اللي شدني في العنوان ده وهو يجب دراسه شخصيه مرتضى لمنع تكرارها مستقبلا. لان شخصيه مرتضى الناس دلوقتي بتقلده لقناعه منها ان دلوقتي صاحب الصوت العالي البلطجي هو اللي بياخد حقه. وده امر صعب جدا. وان الناس بتخاف من صاحب الصوت العالي واللي اللي هو المثل اللي بيقول تجيب اللي فيها فيك. ففكره الافتراء ورمي البلا ورمي الجته ده كتير دلوقتي بيحاولوا يقلدوه. فاللي قاله هاني حوالين دراسه هذه الشخصيه ومنع تكرارها دي جزئيه مهمه جدا جدا جدا. صح. جدا. لان هو ده اللي ممكن يخلينا اكتر مرتضى موجود في الساحه. واحنا عاوزين الحياه القائمه على العدل والحق. صح. مش عايزين حاجه تانية. يبقى في صالح مين ملناش علاقه. لكن نطبق العدل والحق بتاع ربنا اللي يرضي ربنا. عدا ذلك ما يفرقش معانا. ففكره ان انا ابقى كل شويه واحد يطلع لي ويسجل ويعمل يقول لك سيدي ويقعد يردح وكاني وماني ويشرشح ويسب الناس. مش عاوزين الظاهره دي ابدا في مجتمعنا. مرتضى خلص. ماشي يا محمد. مش عوان مش خلص. ماشي. دي بمعناها انه مشي من منصبه. لكن خلص ثقافته انتهت. وخلص. مصر اديني ام فرصه اكمل. انت ساعه بتتكلم يا ابو المعاطي. والله ما انا قايل يا عم. يا عم حرام. يا عم اديني فرصه يا عم. ماشي ما انت خلصت الفكره. طيب يلا. هو مين قالك ان انا خلصت الفكره يا ابو المعاطي؟ طولت فيها قوي بقى يا ابو المعاطي.
طولت فيها قوي. ابو المعاطي حاف كده يا استاذ ابو المعاطي ده كان يوم استاذ ابو المعاطي بس يا ابو المعاطي بيه يا عم ابو المعاطي بيه بس يا عم هو استضافه بلطجه دي ولا ايه يا جماعه؟ اول مره تقف ضيف يبلطج على المذيع. تفضل هي كلمه ده نموذج زي الطين زي الزفت ما ينفعش غير انه يبقى ملحوظ في المجتمع عشان الناس تفهم بالبلدي لانه تحول الى نموذج ناس تفكر ان الصوت العالي وشغل الشرشحه هو اللي بياكل عيش في البلد. فعشان كده كان هاني العدل كلامه كلام معلمين دي ظاهره لازم تتدرس للابتعاد عنها لانها ظاهره تهدر قيمه المجتمعات وتهد المجتمعات. بالاختصار المفيد ماشي. السؤال اللي بعده اتفضل يا استاذ ابو المعاطي. اتفضل قول ايه ده انت قول انت السؤال اللي بعده. والله العظيم يا جماعه ليكم حق، عايز اروح معاك للاهلي وبيراميدز والفوز التاريخي امبارح على الاهلي. امبارح انا طلعت في اللايف بعد المباراه قلت ان الهدف صحيح والفوز لاهلي مستحق. طلع ليال الافاقين والمنافقين من المنتفعين والمنبطحين والاكلين على كل الموائد والشاربين من كل الموائد يقول لك لا والحكام وجملوا الاهلي. وطلع الواد هاني سعيد امبارح زعلني قوي. الواد هاني وانا والله هاني سعيد زعلت منه قوي. يعني انت قد لسه بقالك شهرين في العمل الاداري طلع تغلط في النادي الاهلي وتعمل ايحاءات قله الادب. عيب يالا عيب يالا يالا انت لسه ما بداتش عمل في الاعلام في الرياضه تطلع تقول الاهلي عارفين بيكسب ازاي وبيعمل ازاي. يالا انت هربان من النادي الاهلي يالا يالا مش كده. خليك عاقل ومتزن. محمود فتح الله والله كلام. والواد محمود فتح الله كمان طلع يشتم. بس محمود ما يتلامش انه برضه احتك بمرتضى كتير فممكن يبقى شرب منه. والله محترم محمود انا زعلت منه يعني. وساكن جنبك كمان صح؟ اه والله. ما تدخلوش الشارع. محترم ما تدخلوش الشارع. لا هو يبدو ان الاخ ممدوع عيد رضحهم الكراهيه. مع ان ممدوع عيد ده انتفع من الاهلي كتير وله علاقه قويه بالاهلي. انتفع من الدنيا كلها. المهم بس عاوز اقول على حاجه وهي ان لو البيراميدز له حق يتكلم في شيء واضح. مالكش حق يا ابني فاشل وكلنا عارفين وكلنا مسويين ضربه مرمى وعملها ازاي وكلام. السؤال بقى السؤال هم معترضين على قالك كان في كورتين في الملعب. اول حاجه مين اللي معاه الكره الثانيه؟ حارس مرمى بيراميدز. طب ما حارس مرمى بيراميدز ارتكب سلوك خطا وبيحاول يعطل اللعب وبيتحايل. الحكم لعب وسرع اللعب عمل حارس مرمى بيراميدز رمى الكرة برا الملعب. يعني الكرة الثانية لم تتداخل في اللعب دي حقيقة ولم تكن مؤثرة في اللعب. خلاص الوقت عدى وخلص الدنيا والناس كملت لعبها والاهلي جاب هدف تاريخي واليديانج شاط وبادجي خبط في بادجي ودخلت ثم اليديانج سددها وسجل الجون وكسب النادي الاهلي واصبح ينال العلامة الكاملة. ما تيجي تقول لي بقى اصل وفصل وبيجاملوا الاهلي ومش بيجاملوا الاهلي ده شغل العيال اللي هم ثقافة بيليا ابو دماغ العالية فيه اشعال الفتن دول اللي يقولوا كده. لكن الناس العاقلة والمتزنة وانا اظن ان هاني سعيد من الناس العاقلة والمتزنة ما ينفعش يقولوا كده ولا ينفع. انا بقى انا من الناس في الامور التحكيمية ببقى شايف بس رغم ان انا شايف اسال حكم دولي يقول لي اضافه. ابراهيم من رايك بدل قلت الامور التحكيميه. ابراهيم نور الدين ماشي السنه دي بشكل كويس جدا ويستحق ان يكون الاول على قائمه الحكام الدوليين وبعديه امين عمر وبعديه جهاد جريشه رغم شعور جهاد جريشه بالظلم. بس انا شايف ابراهيم نور الدين السنه دي يعني فورمه وعنده ثقه كبيره بنفسه وبيعمل الصح. وعجبني لما طرد الواد احمد ايمن منصور ورجب بكار وواحد انذار لسيد عبد الحفيظ لانه عاوز يمشي الصح وانا معاه في ان هو يمشي الصح. طب السؤال الاخير كيف ترى قناه الزمالك خلال اسبوع؟ يعني قناه الزمالك ايه يعني؟ هو في حاجه اسمها قناه الزمالك؟ انا اسف ده هم دلوقتي الزمالك دفع فلوس عشان ياجر شاشه في من اعلام المصريين ويحط عليها قناه الزمالك. يعني دفع فلوس يعني الزمالك لا يمتلك القناه؟ لا يمتلكها طبعا لا يمتلك. يعني متأجر الساعات دي زي الحدث اليوم وزي ال بعد شراكه والمحور يعني لكن بدل ما مأجر ساعتين 24 ساعه وبعدين هو دفع فلوس عشان يبقى عنده قناه. ده اتخصمت منه. ما اتخصمت منه طبعا ما يعني اتاخدت. الحاجه الثانيه يعني الخلاصه كان مش انت سالت لسه لحظة. انت لسه سالني يعني السؤال. عايز أخد يا رب ارحمني بقى يا رب. يا عم عايز اخد من بقك الخيط بس المفيد يعني عايز وانت شايفني مكنه ولا شغال مع ترزي. لحظه افهم الناس دلوقتي ان دي 24 ساعه مؤجرين العمر كله لحد ما العقد اللي موجود بينهم ايجار ماشي او هم في احسن الظروف يسموها يسموها شراكه ماشي والاداره لاعلام المصري من المستوى التقني مستوى الامور الماليه والحاجات ديت في مجلس اداره
يقول لك بيقولوا ان مرتضى منصور صاحب القرفي بس مرتضى ملوش قرار، لان الناس المحترمه اللي انا بحترمها كلها اللي في اعلام المصريين اعادوا الامور الى نصاب، ولما يحصل غلط ونزعل وننتقد ده مش معناها ان احنا بننسف اعلام، العكس، اعلام المصريين مؤسسه محترمه وبنقول الكلام ده ووراهم ناس محترمه، ويجب ان يظل الاحترام هو عنوان الاعلام الذي يقدمه اعلام المصريين. فبالتالي تأديب مرتضى وامثاله ومنع الواد بيليا والعيال دي انها تقل ادبها ده يتسق مع ثقافه اعلام المصريين. عاوزين يقلوا ادبهم يقولنا في اي حته ثانيه واحنا نمسح بهم الارض، لكن اعلام المصريين يجب ان يكونوا بعيد عن الشوائب، مش عايزين نسمع فيها حاجات عبيطه ابو سنيده وام سنيده والتخابر والبدنجان ومش عارف ايه وكلام من ده، لان احنا سهل جدا سهل جدا ان احنا نرد، بس احنا بنزعل ان ده يحصل من اعلام المصريين المؤسسه الاعلاميه المحترمه. ده سبب الزعل، لكن اللي بيقولوا مرتضى ما هو بيقولوا بقاله كتير، بتفق، لكن لما يطلع من هذه المؤسسه يزعلنا ليه؟ دي مؤسسه احنا بنفتخر بيها اصلا، نحن لا نعمل فيها ولا بنطلع ضيوف فيها، صح، ولا فارق معانا اصلا ولا عاوزين، لكن في الاخر عاوزين حاجه حلوه في بلدنا نفتخر بيها، صح. حتى دي هيبوظها. خليني اختم معاكم واقول لكم حاجه مهمه دمتم في امان الله. أقوم يعني حاجة الله. مهمة ومهمة جدا، لا طبعا انا ما استغناش عنك في موضوع قناة الزمالك عشان كسر الكلام. انا اللي خلاني كسر الكلام عن التي اهواه، سألت الاستاذ ابو المعاطي سؤال ليه؟ لان كل ما اسمع مرتضى الاقيه بيقول لخالد الغندور او احمد جمال في الكام مداخله اللي عملهم كونوا واثقين انكم انتوا في قناتكم. انا اتعلمت حاجة، عندما يكرر مرتضى منصور شيء ابحث عنه لانك ستجده كاذب ورا الشيء مصيبة. والله العظيم لما يقعد يكرر، يعني كل ما يطلع يقول لك ايه دي قناتكم يا زملكاويه، لا مش قناه الزملكاويه، دي 24 ساعه ايجار وفلوسهم اتخذت قطعا من مستحقات الزمالك في برزنتيشن، وقرارها ما كانش المرتضى منصور. ولما الفلوس تخلص دول بره في الشارع او يجددوا بمبلغ تاني زي 40 مليون وهكذا وهكذا وهكذا. لا الزمالك يمتلك الاشاره، ولا عنده شركة إنتاج إعلامي زي النادي الأهلي يمتلك بيه قناة، ولا عنده منظومة إعلامية لها مؤسسة عاملة معترف بها، يعني قناة النادي الأهلي تخضع لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، مجلة النادي الأهلي ملك شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، الموقع الإلكتروني ملك شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، صفحات الفيسبوك وهكذا، منظومة بتدر فلوس تخسر تكسب ده مش شغلانتي. لكن هل ذلك موجود في الزمالك؟ لا، موجود تركة مرتضى جايب شوية صيع بيديهم أي فلوس عشان يطلقهم يشتموا الناس بكل مكان. يا عم صيع، استغفر الله العظيم. أنا حجرت على رأيك؟ لا خلاص، انت لو متعزنا انا حجرت على شتمتك. فدي الحقيقة، دول شوية صيع طالعين يشتموا على الناس. طبعا انا ببرئ اعلام المصريين من اي تجاوز، ولكن اهيب بيهم، وما فيك احسن من الكلام باحترام، اهيب بيهم. ما ينفعش يا جماعة قناتكم تبقى مسخة، لما كان بيطلع يشتم في الحدث اليوم او في المحور اي قناة كنا بنقول دي قنوات بير سلم ملهاش كبير. فما ينفعك لما يبقى عندنا كبير محترم اسمه إعلام المصريين يطلع واحد يطول لسانه أيا كان من هذا الواحد. حتى إيحاءات خالد الغندور التي تدعو إلى التعصب، وأنا كنت أظن أن السادة في إعلام المصريين سيوقفوه لما زق إعلان الواد السوداني، ولكن لابد من وقفه. وجمعة سعيدة مباركة، ونلتقي في لايف جديد. دمتم في أمان الله. والله احنا حاسين ان احنا ريا وسكينه.